Thank you.
ترقيق. سالم بن حمد، الطاهر بن لابع، الصادق الشحيمي، زينب بن هاني، توفيق النابلي، عماد بن سالم، نزيه العمدوني، عبد العزيز التالي، خديجة العجوز، محمد الهادي البرقي، نجاد بن عبد الله، منير بن خليفة، عبد القادر الجبالي، عبد الستار العوني، سمير البغدادي، نور الدين بن عطية، طارق بن خديجة، سهام عبد الحي، وداد المكني، فريد خلف الله، محمد عبد الله، شكر الملي، سعاد بن عادل، النصر العرقوبي، جهاد بن سعد، فوزي بن ظهو، حسن بن ساكني، كوثر السعداني، كمال التواتي،
Thank you.
Thank you.
Thank you.
وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يشاركه أحد في خلده حتى الملائكة والأنبياء. إلى روح جدنا العزيز الحبيب، لقد مرت سنة على فراقك وتركت لنا ولدا من أجل أبدا، ونحن ما تكون مسنة ولدا أبدا اللهم ارحمه واغفر له واكرمه ووسع منهله ونفتح منهله من حبيبك واجعل قبره روضا من رياض الجنه مرت سنه على رحيلك الى الخلد وجنات النعيم وروحك ما زال صاحبك ارجعك يا سيدي اي اجل معروف فرحتنا وتابعك كلنا نحن لك بغفره الغفران لقد عشت عزيزا وعدت عزيزا فنحن الله برحمته وعلى مسواك الجنة ها هي سنين تمر وعلى إلى جسد وصفت مساكي في شعر في مساكي في 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 ما أبدا 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 ما بشري أبدا تركت لن تنسى وتركت مكانك شهرا من بيت إلا أنك
شاب في 25 من عمر، عاطل عن العمل، يبحث عن امرأة لا يهم سنها، المهم أن يكون لها شغل قار ومرتب شهري ومنزل ويعيشها بالسعادة. أنا فتاة من الشمال، أبلغ من العمر 19 سنة، أحلم دائما أنني أكتب بالحبر الأحمر، فما تفسير ذلك؟ الحاجة بهجة، تداوي كل الأمراض المستعصية مثل السرطان والصداع بالماء فقط. شاب معاق له كشك، يقتل مع إخوته في نفس الكشك، يبحث عن امرأة لا يهم سنها أو مستواها الثقافي، المهم أن تكون قنوعة ومتفاهمة.
Thank you.